بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. حلقة اليوم عن الفنان الراحل حسين صدق، وهو من الفنانين المحترمين فنيا وإنسانيا وفي كل مجال من مجالات الحياة. نجد من يستحق التقدير والاحترام، فمثلا نجد الطبيب الماهر والمهندس المخلص والعالم الجليل والمعلم القدوة، وعلى النقيض نجد الفنان أو الطبيب أو المعلم، حتى وصل الأمر إلى بعض الدعاة الإسلاميين أو الذين يسمون أنفسهم دعاة. الذي لا يستحق شيئا فهذا مثلا يحتذى به. فهناك فنانين محترمين في أعمالهم الفنية وفي الحياة الإنسانية، وهذا الفنان الكبير منهم الذي سمي بواعظ السينما المصرية، وهو ممثل ومخرج ومؤلف مصري من رواد السينما المصرية ومن أوائل الفنانين. ولد عام 1917 في الحلمية لأب مصري وأم تركية، وقد رحل والده وهو لم يتجاوز سن 5 من عمره، وتولت تربية الطفل الأم، وكانت تدفع لحب المساجد وحفظ القرآن الكريم، فهذه الأم قدوة رحمها الله. وكان يحب الفن منذ صغره مثل زملائه جورج أبيض وعزيز عيد وزكي طليمات، وبدأ مشواره الفني في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، وقد أسس شركة أفلام مصر الحديثة ليقدم أفلاما من خلالها تعالج مشكلات الحياة الاجتماعية، فقد قدم أفلاما مثل العامل عام 1942 والأبرياء عام 1944، وكانت تربطه صداقة قوية بالشيخ محمود شلتوت، وقد قال عنه أنه رجل يجسد معاني الفضيلة ويوجه الناس عن طريق السينما. وقد كتب في مجلة الموعد عام 1956 دعا فيها إلى مواجهة الغزو الأجنبي باستخدام أحدث التقنيات والألوان، استخدام شتى اللغات لتقدم لجميع أنحاء العالم، واستكملها قائلا: كما أنهم يصدرون لنا أفلاما يعتزون بها، فيجب علينا أن تكون لنا أفلاما نعتز بها ونصدرها إليه، وأكيد ستصل إليه وتكون أفلاما نظيفة. وقد قدم حوالي 32 فيلم مثل المصر فندي، أنا العدالة، والشيخ حسن، وشاطئ الغرام، وطريق الشوق، والحبيب المجهول، وفيلم العزيمة، وليلة في الظلام، وكان شديد الحياة والخجل، ولم نجد له مشهدا خارجا عن الآداب العامة. وبعد رحلة عطاء امتدت لأكثر من ربع قرن، وبعد رحلة عطاء اعتزل الفن في الستينيات، ووافق على ترشيحه في البرلمان بعد طلب أهل حيه منه، فكان حريصا على حل مشاكلهم، ولكنه لم يكرر التجربة لأنه لاحظ تجاهل المسؤولين للمشروعات التي يقدمها مثل. وقد كرمته الهيئة العامة للسينما المصرية عام 1977 كأحد رواد السينما، وقد تزوج من السيدة أمينة المغربي وأنجب منها رحمه الله 8 أبناء، وحرص على تنشئتهم التنشئة الدينية، وكان يحضر لهم كبار رجال الدين لتوعيتهم إسلامية، وقد بنى لنفسه مسجدا في بداية الخمسينيات وافتتحه يوم الجمعة، وخطب بنفسه خطبة الجمعة، وقد عرف بأنه الممثل الداعية، وهذا الفنان رمز من رموز الزمن الجميل، وكان له صداقة قوية بالشيخ الشهيد سيد قطب. وفي إحدى زياراته له في السجن قبل إعدامه كانت زوجته تلح عليه باعتزال الفن، عرض هذه الفكرة على الإمام الشهيد، ولم يشجع الإمام الشهيد على ترك الفن، وقال له إن الحركة الإسلامية محتاجة لفن إسلامي، فعشرات المقالات التي أكتبها فيلم سينمائي واحد يكون مؤثر أكثر منها في الجمهور. وبعد رحلة عطاء وفي شهر فبراير عام 1976 فارق الحياة بعد تلقين الشيخ عبد الحليم محمود له الشهادة وصلى عليه. وقبل وفاته أوصى أبنائه بحرق جميع شرائط أفلامه ما عدا فيلم خالد ابن الوليد، فهذا فنان يجب أن يكون قدوة يحتذى به. فرحم الله الفنان الكبير وأسكنه فسيح جنانه. وأخيرا لا ننسى الدعاء لإخواننا في غزة، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء. هذا وبالله التوفيق، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.